السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع الإخوان والأخوات أينما كنتم، بارك الله فيكم، ربي يحفظكم. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الدعاء ثم الدعاء مع إخوانكم في غزة، إخوانكم في فلسطين يعذبون ويقتلون ويشردون، الدعاء ثم الدعاء. اللهم انصر إخواننا في غزة وكن لهم عونا يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم أينما كانوا يا رب. ربي اغفر لي ذنوبي ويسر لي أمري يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم الشهداء وارحم المجاهدين يا رب العالمين، وانصرهم على أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. أحبابي بارك الله فيكم، لا تنسوا إخوانكم بالدعاء. المستضعفين في الأرض، المستضعفين في فلسطين، المستضعفين من أهل السنة في العراق، المستضعفين في اليمن، المستضعفين في سوريا العز والكرام، اللهم انصرهم يا رب العالمين وكن لهم عونا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان، إخواننا في بورما وإخواننا في كل مكان يا رب، انصرهم يا رب العالمين يا رب بنصرك، انصرهم بنصرك يا رب يا كريم يا أرحم الراحمين يا جبار يا متكبر. اللهم انصرهم يا رب يا رحمن يا رحيم. إخواني بارك الله فيكم، أشير إلى موضوع، هذا الموضوع أو هذه النظرة في هذا الباب واجب. أشرف ديالنا، ما دام كتجي الجامع خصك أول حاجة كتكون تعلمتي الآداب ديال الجامع، المسجد عنده الآداب دياله. ما دام جيتي تصلي في الجماعة خصك تعرف شنو هي الصلاة في الجماعة، ما هي أركانها، ما هي ضوابطها. وداك الساعة يجي الجامع ومرحبا بك، ولكن تينا كتجي الجامع وكتجيب السجادة معك وكتفرشة قدامك وكتجمع رجلك نباطيات ومشني خصك مريض، مشي نقنت، الله يشافيك. ما قلنا لك شي ما تجيشي، ولكن ما تجيش وسط الصف وتعملنا العرقلة في وسط الجامع، والله يهدينا ويهدي الجميع. وحاولوا ما أمكن بارك الله فيكم، علموا أولاد ديالكم الصف ضروري خصو يكون الإنسان كامل مشدود بعطياته، ما كينش يعوج. كين الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، الله سبحانه وتعالى ما كيشوفش عندك الصف هذا، ما بالك نسينا الصف الأولاني اللي مور الإمام. كيجي واحد شارف عنده 77 عام ولا 80 عام وكيجمع رجلو بعطياته وكيعمل هيدا، ما خصكش تقرب عنده، مريض الله يشافيك. ما قلنا لكش إلا ما تجيش الجامع، ولكن مشي نقنت، مشي نلخرت الصف وجلس، ماشي مشكل. تينا كتجي مور الإمام في الوسط وكتقطع الصف، حشومة صح. خصكم تعلموا الآداب بالمسجد وعاد جيوا الجوامع، بارك الله فيكم. والله يحفظنا ويحفظ الجميع وبارك الله فيكم، وتحياتي للجميع، مبروك عواشركم وربي يحفظكم. خوتي إلى قلنا شي كلمة العيب كنطلبوا المسامحة دائما حنايا، الله يبارك فيكم ويهدينا ويهدي الجميع الأمة الإسلامية، وتحياتي للجميع بدون استثناء وربي يحفظكم. حاولوا ما أمكن أخوتي إلا شفتوا شي حاجة نبهوا عليها، ولكن بالطريقة فهمتي. دابا أنا هذا الشخص هذا ما نقدرش نمشي نقول له مباشرة، ما نقدرش، الشخص كبير في السن وكذا وهذه ما نقدرش نمشي عنده. إلا مشيت يمكن أهضر معاه يقول ليش من دخلها عندك ولا كذا، يقول لي أنتي العائلة البارحة بغيت تفهم عليا، كاين هذا النوع من آدم فهمت. والله يهدينا ويهدي الجامع. حاولوا ما أمكن أخوتي، شفتوا شي حاجة بحال هذه كاين دابا فين غتوصلنا الناس، أهضر بحال هيدا وأهضر بالجامع، ما تقصد شي واحد. ومرحبا بالجميع وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عم، ما دام جيت إلى الجامع خصك تكون عارف الآداب الجامع، الآداب المسجد أول حاجة. ثاني حاجة خصك تكون عارف أركان الصلاة في الجماعة، كيف غنصليها في الجماعة. وخصك تعرف بأنه نتينا جيتي الجامع ما كاينش شي حاجة في الدنيا تقدر تينا داخل الجامع طفي داك التليفون عمي ديالي طفيه وطفيه. انت ماجي دابا حاليا عرفتي مع من غتتلقى؟ ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، خصك تلغي الاتصال ديالك بالدنيا. دخلتي الجامع انا ما كنقولكش طفيه، واخا سيدي انا يعني كنقول لك عندك شكون اللي غيصوني عليك وكذا، كتخاف وكذا، وهذه كتخاف على ولادك، كتخاف على كذا، واخا سيدي ما قلتلكش طفيه. اول حاجه اللي غتعملها خاي ديالي بارك الله فيك، ملي كتدخل الجامع كتهبط من فوق يا هيدا في التليفون، كتعمل له سيلونس، ما تصدعش يا عباد الله في الجامع. الناس كتصلي والموسيقى تحسني خدامه، والله يدينا وهدي الجامع. اللهم انصر اخواننا في غزه وكن لهم عونا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب يا كريم. اللهم عليك بالصهاينه واعوانهم اينما كانوا. اللهم عليك بامريكا وفرنسا الصهيونيه، اللهم دمرهم تدمير يا رب يا كريم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم أخوتي، كثروا من الدعاء، دعيوا مع أخوتكم في أي وقت، ماشي جالس راكب، دعي مع أخوتك، دعي مع المؤمنين. هادشي هذا أخوتي التربة اللي كنتعاملوا بها هي خطر علينا، خصنا نردوا بال. بارك الله فيكم، هما كيعملوا الحيلة مع الله سبحانه وتعالى، خصكم تردوا بال. بارك الله فيكم، كيعملوا الحيلة مع الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دام نتينا في الدنيا فتش اخاي ديالي بارك الله فيك. الحمد لله عنا علماء، عنا فقهاء، شرفاء، فتش عليهم ومشي سولهم اي حاجه بغيتيها في الدين ديالك، مشي عندهم سولهم بكل فرح، كيتستقبلوك كيقول لك مرحبا. واسمع من عندهم، ما تسمعليش من الدجالين بارك الله فيك، الدجالين ما تسمعش من عندهم، مشي فتش على الشرفاء. وربي يحفظ جميع الاخوان والاخوات، فتش على الشرفاء اخوتي. واللي عنده شي سين تقديم يخبع اخوتي، ديك العلماء اللي هما عظماء، ما دابا حاليا الله المستعان كاين اللي كيتحفل الفخ بلا ما يعرف، وكاين اللي عارف وبايع الدين ديالو، هايدك عادي ما عنده ماشي مشكل. الله يهدينا ويهدي الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله. بعض الاشخاص انا لا افهم ما هي عقليتهم، ما هي الضمير اللي عندهم، ما فهمتوش يا خوتي. انا سمحوني كنهضر بالدارجه، فهمتي اللغه العربيه ما كاينه شي الحمد لله، ولكن الحمد لله يا ربي اللسان ديالنا كنعرفوا شنو كنقولوا وعارفين شنو كاين. خوتي بارك الله فيكم، المصياده اللي عملوا لكم هذه المصياده هذه، او مصياده هذا الدعم، مصياده كبيره. شتي الى جات شي حاجه باقي عملتها الدولة ومشيتوا تسجلتوا فيها وكاملين بكم بلقرون، إلا جا انتخابات ومشى انتخب شي واحد بلقرون داك الساعة، فهمتوا كيفاش ولا لا؟ استفدتوا شي حاجة ولا ما استفدتوا والو؟ أنا معاق ما استفدت والو، حتى شي حاجة.